أنا وعدتكم أنه رح نعمل حملة انتخابية خارجة عن المألوف. بما أنه خارجة عن المألوف، عنوان كلمة اليوم هو ما تنتخبوني. إذا بدكم نواب تروح على عزوات وأعراس، ما تنتخبوني. إذا بدكم نواب بتمنن الناس بشوية زفت أو بفوتة على مستشفى، ما تنتخبوني. إذا بدكم نواب بتوصف المشكلة بلا ما توصف الحل، ما تنتخبوني. إذا بدكم نواب شغلتها وعملتها تتنصل من المسؤولية دايما ودايما تلمي اللوم على الغير، ما تنتخبوني. إذا بدكم نواب ناطرة توافق السعود الإيراني تنشيل الزبالة من بيروت أو تنطبق قانون السير، ما تنتخبوني. إذا بدكم نواب بتشوف بكل أزمة فرصة تيستفيدوا ماديا من الحل، أكيد ما تنتخبوني. أما إذا أردتم نوابا فصيحي اللسان يتكلمون لغة الضاد بكلام معسول مجبول باللبن والعسل وخال من أي موقف مبدئي، أتوسلكم وأتوسلكن بأن لا تنتخبوني. ما تنتخبوني خير، ما تنتخبوني. إذا بدكم نواب الطالب بحقوق الطائفة بترجاكم ما تنتخبوني. إذا بدكم نواب بتشجع على العنف وعلى حمل السلاح ضد أي فئة من اللبنانية، أكيد أكيد ما تنتخبوني. إذا بدكم نواب ما عندها مية وج وما بتسرق من المال العام وعندها الجرأة تقول الحقيقة قد ما كانت مرة، بس وبهالحالة بس فيكن تنتخبوني. الزميلة بالليحة المحامية بريجيت شاليبيون.